دراما مهمة جدا لإيصال الحقائق على الأرض. كانت مرحلة تاريخية ابتزجت فيها دماء الليبيين. كان كل العالم مهتم بهذه العملية. كان فيه تهميش كبير لهذه الملحمة التاريخية. اكتشفنا أنه في اللحظة ونية الدواعش مش عندنا اللي يطلع ومن سكرت صرت بالكامل. تمت السيطرة على بقرين كاملة. أن هذه الملحمة ملحمة تاريخية، شاء من شاء وأبى من أبى. عملية ذبح الأقباط كان لها تأثير كبير على الصدى العالمي. كانت العملية صدمة صدمة صدمة. فرصة كويسة أن العالم كله يعرف الحقيقة هذه. يعني القصة ما هيش راي عمل وثائقي، هي جزء من الدراما. الناس اللي ممكن بعاد على الأحداث بتاع الحرب ما شعروش بيه، احنا بنحسوا الناس بالحلال، يشوفوا الجانب الاجتماعي بتاع المهاجرين، يشوفوا حياتهم، يشوفوا الحالة اللي كانت فيها البلاد في تلك الفترة. نفذنا 3 ضربات جوية في تلك الليلة. ويفقد في جنب أخوه، ويفقد في جنب صديقة ورفيقة، يستمر. كانت العملية صعبة بالنسبة لنا احنا كمدنيين. في من الناس جد سلمت روحها. رغم هدمة ناس قاتل الداعش. مفترض هذا المشهد مهم جدا في هذه العمارة، أساس هذه العمارة الأخيرة اللي متحصنين فيها الدواعش. صدمنا بفاجعة. حلم إنه يكون عندنا عمل يؤرخ لملاحم يعني وبطولات. قصة إنسانية اجتماعية تخلي تشحن العاطفة بتاع الناس، تشوف إن في طفية في دراما. إن شاء الله يا رب نعطوا له حتى ربع حق الشهداء اللي استشهدوا من أجل تحرير مدينة سرت ومن الإرهاب. مجهودات عظيمة، مجهودات جبارة، ونشكرهم. نسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء.